أعلنت وزارة التجارة عن قائمة مواسم التخفيضات خلال العام الجاري 2020، وذلك لتمكين أصحاب المحلات التجارية والمتاجر الإلكترونية من تقديم طلبات إصدار تراخيص التخفيضات الموسمية إلكترونياً، حيث توفر على التجار استخدام الرصيد الخاص لديهم في نظام التخفيضات الإلكتروني بشكل سهل وميسر. يذكر أن عدد تراخيص التخفيضات في العام الماضي تجاوز حاجز 98,000 ترخيص. حول هذا الموضوع نرحب بضيفنا الدكتور سليمان السماحي اللي هو عضو في جمعية حماية المستهلك. دكتور سليمان مرحبا فيك. مرحبا الله يحييك. معنى هذا انه اي محل يبغى يسوي تخفيضات لازم يقدم على وزارة التجارة والالكتروني، خلاص المعاملات الورقية انتهت. صحيح. لكن هل هذا الوضع سوف يحد من التلاعب اللي كان يصير أحيانا مع التخفيضات؟ سؤال جيد الحقيقة. وإحنا أولا التصريحات الإلكترونية والترخيص الإلكتروني بدأوا فيها العام الماضي وزارة التجارة. كيف تقييمك لها العام الماضي؟ في الحقيقة يعني ما يعني للأسف نقص المعلومة اوكي في الغالب تجعل الانسان يعني ما يستطيع انه يعطي راي حقيقي، لكن من خلال الملاحظات اللي احنا لاحظناها في 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 الاسواق، من خلال ما يرسله بعض الاخوان المستهلكين من مقاطع يكتشفون ان في هناك في تلاعب اوكي، للأسف أنه ما تؤدي، لا هي الحقيقة تساعد في سرعة حصول التراخيص للتجار والشركات والسوبر ماركت الكبيرة، لكنه للأسف ما في ذيك المعايير اللي تضمن لي أنا كمستهلك أني أنا أعرف أنه هالسلعة هذه ليست مأخوذة من استكات قديمة منتهية أو على وشك انتهاء الصلاحية، وهذه خطورة خاصة في المواد الغذائية. هنا يعني يجب انه نحن ناخذ يعني يجب ان تشدد وزارة التجارة في لجان التفتيش وتراقب هالتخفيضات هذه، هل فعلا سلع صالحة للاستهلاك الآدمي؟ لكن تعرف في بعض الأحيان احنا مجرد انه يجون يشوف هالتخفيضات بس يحط بهالسلة ويمشي، لكنه ما تدري هذا يحتاج الى وعي ايضا من المستهلك. لا شك طبعا، لا شك المستهلك له دور كبير في عملية انه يجب أن أقيم وأطالع وأراقب. طيب أنا سؤالي الآخر أيضا دكتور سليمان. نعم. الآن بدخل محل وفيه تخفيضات، وبدخل محل ثاني وفيه تخفيضات، أنا مش عرفني أنه هذا مقدم على رخصة وأخذها وهذا قدم ولا ما أخذها؟ هذا سؤال جيد، والحقيقة وزارة التجارة أيضا نبهت إلى النقطة هذه وقالوا أنه لابد أنه صاحب المحل لابد يضع ترخيص معلق في صدر المحل، فبالتالي يعني مثل يعني القيمة المضافة. نعم مفروض موجود. نعم مفروض أني أنا أجي إذا كان فعلا مثل ما تفضلت مهتم ووعي وعندك وعي مثل شخصك الكريم، هذا يجب أنه ينطبق على جميع الأخوان المستهلكين. أنا من حقي أقول تعال أنت عندك تخفيضات، أعطني ممكن أحصل على رخصة الترخيص أو ترخيص التخفيضات، فبالتالي من خلالها أنا أستطيع، إذا لم يستطيع أنه يعطيني هذا أنا على طول أبلغ وزارة التجارة إلكترونيا وأثبت الحادثة، ووزارة التجارة سوف تحطه من ضمن الغش التجاري، وطبعا وعقابها طبعا شديد في هالجوانب. طيب الغش والتلاعب، أنت لاحظت أنه في غش وتلاعب في التخفيضات العامة؟ والله يا أخي للأسف نعم، أنا لاحظتها بنفسي ولا من خلال ما يصل لي من مقاطع من بعض الأخوان. زين أنك قلت أنه في، وش دور حماية المستهلك في الغش؟ لا تقول له حماية المستهلك، أنتم يا أخوان أنتم ماخذين عن حماية المستهلك أنها تستطيع أن تدخل الأسواق وتوقف أو تحاسب وتعاقب، ما عندها في غش وتلاعب. إيه؟ وفي حماية المستهلك. نعم. وش دورها أجل؟ مفروض أنا أقول مفروض، لكن إمكانيات أول شيء، أول إمكانية أنا جمعية حماية المستهلك هي جمعية توعوية تثقيفية أكثر من كونها تنفيذية أو تشريعية أو قضائية، وبالتالي
يعني محدودة الإمكانيات، يعني ما نقارن أنفسنا مثلا بهيئة الغذاء والدواء، ما نقارن أنفسنا بمثلا وزارة التجارة أو هيئة المواصلات، تحتاجون صلاحيات طبعا لابد من وجود صلاحيات، والصلاحيات هذه ما تجد إلا حينما تكون جمعية حماية المستهلك تتحول إلى هيئة عامة ترتبط برئيس مجلس الوزراء ولها الاستقلال المالي والإداري والقضائي والتنفيذي، وبالتالي تستطيع أن تراقب وتعاقب وتنفذ. هذه إذا توفرت هذه مثلها مثل ما هو موجود في الهيئة العامة لحماية المستهلك في سلطنة عمان، نفوذها قوي ممتاز وعملها ممتاز، نحتاج إلى التفعيل الجمعية. جمعية بهذا أنا أعتقد أنه لا يمكن أن تقدم. أنا أوكي التوعية صحيحة ضرورية ومهمة وتساعد. هل قامت جمعية حماية المستهلك بدورها في التوعية؟ والله نعم، أنا أعتقد أنه نعم بذلنا جهود، ولكنه تعرف إحنا يعني حتى في التوعية أنت تقول يعني في مشكلة في لا يعني لا ليس بالقدر اللي طموحكم فيه. طبعا لا شك طموحنا، لانه احنا شو اللي مانع؟ طيب شو اللي ناقص؟ الجانب المالي طال عمرك، الجانب المادي. نحن عندنا جمعيه من وين يجيها الدعم؟ يجينا من الدوله، من وزاره الماليه 5 مليون ريال بس. طيب 5 مليون ريال هذه ترى 5 مليون مو سهل بعد. لا شك طيب، بس انا اقول 5 مليون هل هي الاجار المكان؟ هل هي طال عمرك للموظفين الموجودين؟ هل هو طال عمرك؟ طبعا احنا نتكلم عن كم عدد الموظفين حق الجمعيه؟ 24 وكان 40 فيه طبعا عندنا فرع نسوي يعني محدود طيب. يعني محدود 24 لا اكثر تقريبا، محدود 30 بين نساء وحريم، عفوا بين نساء ورجال. ولكنه انت مثلا على عهدي انا كنت رئيس المجلس التنفيذي، انا كنت متطوع ما اخذ فلوس واخذ ان شاء الله انت بحاجه فلوس يعني مو بقضيه مو حاجه بس تعرف انا بحبي لهالعمل هذا إن بس أنا عندكم 5 مليون خمسة مليون طيب أنت عندك موظفين، عندك أمين عام، عندك نائب الأمين، يعني هذا تروح على رواتب أكثر، رواتب طال عمرك يمكن أنا أقول لك الرواتب يمكن تتجاوز المليون ريال أو المليونين. يعني كنا جايبينكم سبون نبغاكم تدعمون. لا بس إن شاء الله إحنا نقول إن شاء الله الآن بعد صدور كسب جمعية حماية المستهلك كسبت قضية العشرة في المية هذه اللي من وزارة من الغرفة التجارية اللي ناخذ على كل مصادقة أي تصديق من الغرفة التجارية يخصم منها 10% تروح لجمعية حماية المستهلك، هذا سوف يدر على الجمعية تدري كم؟ حدود يمكن فوق هذا يعتبر دعم أيضا، أيوه حدود 200 مليون تقريبا. الدكتور سليمان السماحي عضو في جمعية حماية المستهلك، شكرا جزيلا لك. أشكرك.